اهلا بيكم مره تانية. فقرتنا دلوقتي بتهم كل الناس اللي بتتابعنا باختلاف فئاتهم العمريه. ناس كتير جدا بتكون عايزه تخس لكن عندها مشكله في الاليه، سواء الجانب المادي او حتى فكره الاستمراريه يعني الاستمرار في ان هي او الالتزام بالمواعيد وبالنظام والحاجات دي كلها، بيبقى في ناس كتير عندها مشكله فيها. في فقرتنا النهارده هنحل لحضراتكم الازمه دي، هنحل لكم المشكله دي، بنقول لحضراتكم ان انتم ممكن تقدروا تخسوا بالفعل وانتم موجودين وقاعدين في البيت من خلال فكره الدايت الاونلاين. خلينا نرحب بضيفنا النهارده الدكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد بامريكا ودبلومه التغذيه والسمنه من الاكاديميه الدوليه الامريكيه AIA ودبلومه التغذيه والسمنه المعمليه من وزاره الصحه المصريه وصاحب فكره الدايت اونلاين. مساء الخير واهلا بيك معانا دكتور. ده تاني لقاء لينا، والحقيقه يعني ناس كتير بعد الفقره المره اللي فاتت بدات تتكلم وتسال الموضوع ده حقيقي؟ هو فعلا ممكن حد يخس اونلاين وهو موجود في البيت؟ في ناس بتنزل وبتروح لدكاتره بتاخد كورس علاجي كامل وبتتابع وما بتقدرش ان هي تخس، معقول احنا ممكن نخس اونلاين؟ خلينا نجاوب عليه. طيب يعني ايه بنزل اروح لدكتور باخد كورس علاجي وباخد كورس دوائي وما بخسش؟ ده مش منطقي شويه. المفروض ان انا ما دام خدت كورس علاجي وخدت كورس دوائي والتزمت بيه، لان خدي بالك يعني عيان السمنه عموما هو من الناس اللي عندهم جزء نفسي كبير قوي. فساعات بيلخبط في النص وما بتضغط عليه بيبدا يقول لك طب انا غلطت في دي او انا عكيت في الحته دي، انا عملت كذا من دماغي. دي حاجه بتحصل. ليه ده بيحصل؟ لان انا اما بروح عند الدكتور انا بعمل الكشف بتاعي، وعشان اتابع تاني بيبقى في خلال اسبوع، بيبقى صعب ان انا اتواصل. طبعا الدكتور بيبقى عنده حالات دائما كل يوم، فمش قادر ان هو يتواصل بشكل يومي مع الحاله. من هنا جت الفكره بتاعتنا اللي هي الدكتور دايت، ان النهارده الحاله نفس اللي هيحصل لو انا رحت العياده، بس كان انا قاعد في البيت بعمل مكالمه تليفون. من خلالها بنبدا نعرف الطول والوزن والسن وطريقه اللايف ستايل عموما، باكل ازاي وبنام امتى وبشتغل ازاي، الاسباب لو في اي امراض موجوده، الاسباب اللي ادت لزياده الوزن. بالتالي بيتفصل نظام غذائي مناسب للحاله، مناسب ليك حسب اللايف ستايل بتاعك. يبقى اول حاجه انت خدت نظام غذائي مناسب ليك، مش حاجه عامه. تاني حاجه، في ادويه مضمونه بنسبه 100%، المصادر بتاعتها من المانيا ومن فرنسا، يعني بكواليتي عاليه في البيوريتي بتاعتها، بحيث ان احنا نضمن الافيكاسي والنتيجه طبيعيه 100%، مستخلصه من اعشاب، بدليل ان احنا بنشتغل مع اطفال من اول 8 سنين بيها، مفيش اي خوف ولا اي قلق منها. فحطينا النظام الدوائي المناسب مع النظام الغذائي بتاعك، لان يعني في كل حاله بتختلف عن الثانيه، معدل حرق قليل او عندي زياده مفرطه سمنه مفرطه او عندي شهيه عاليه، فكل حاله بيتحط لها النظام العلاجي المكمل للنظام الغذائي، والاثنين ما ينفعش ينفصلوا عن بعض. يعني ما ينفعش النهارده اقول لك خد دواء وهتخس لوحدك، او خد دايت وهتجيب النتيجه اللي انت عايزها. لازم الاثنين يكملوا بعض. والمحور الثالث المهم اللي لسه كنا بنتكلم عليه دلوقتي بقى ايه؟ المتابعه. النهارده فرصه العك بقت مقفوله، ان انت النهارده معانا 24 ساعه على الواتساب، على السوشيال ميديا بتاعتنا، سواء الفيسبوك او الانستجرام، او بتكلمنا بالتليفون او بتبعت لنا على الواتساب اي تعديل انت عايز تعمله، اي ظرف طارئ حصل معاك. الناس بتبعت على طول، عندي مناسبه، عندي حفله، نسيت اخد الدواء النهارده، نسيت اخد الاسناك، كل الخطوات بتاعتك احنا متعايشين معاك تماما. فبنقدر النهارده اديك الفول سبورت، ان انت تعرف الغلطه اللي انت عملتها فين وتصلحها. مش ببعد عنك اسبوع او 10 ايام بالظبط، ولو حصل لك ظرف كمان سافرت ولا حاجه مش عارف تتواصل مع الدكتور بتاعك، لا انا معاك في اي وقت وفي اي حته. طيب في ناس بتفضل يعني تصمد فتره تعمل دايت وتمشي على نظام غذائي عشان تخس وبالفعل تخس، بس تيجي في يوم بتبوظ كل اللي عملته. تمام. الناس دي بتحتاج لايه؟ يعني لو تحديدا الموضوع عندها نفسي. بصي اولا خليني نطلع بره الحته النفسيه بنقطه مهمه قوي. احنا دايما بنقول ان النظام الغذائي اللي احنا بنقدمه نظام بلا حرمان. فانا النهارده اول حاجه بتخوفك وبتخليك بتفكر 100 مره قبل ما تخش في دايت او في الجيم، ان انا هخش هيتقال لي خد كذا وممنوع وممنوع، وقائمه الممنوعات العريضه عشان كده الناس بتخاف بالظبط وبتبعد. انا مش عايز اتحرم انا. فاحنا النهارده قدرنا عن طريق المنظومه العلاجيه القويه والمميزه اللي هي بتشتغل على محاور كتير قوي زي فات فلوكر، امنع تكوين دهون جديده، رفع معدلات حرق الجسم، اشتغل على الدهون المخزنه، اعمل ديتوكس للجسم، اخرج الميه الزياده من الجسم. عن طريق المجموعه دي كلها
بقدر النهارده ادي نظام غذائي وانا مش قلقان منه، ادي له كل حاجه هو عايزها من مكونات غذائيه، كربوهيدرات، نشويات، سكريات، خضروات، فاكهه، بروتين، كل احتياجات الجسم، بقدر انوع في كل احتياجات الجسم. فبالتالي بنزل وانا ضامن الحمد لله يا رب ان مفيش مشكله بشره، ترهلات، سواد تحت العين، تساقط شعر، نزول صحي، مفيش ارتداد في الوزن تاني ما ببطل النظام الغذائي. ان انا ما حرمتش الجسم من حاجه، ما انزلش بشكل سريع او بشكل غير منطقي. هي مش سريع او غير منطقي، هو دايما احنا بنتكلم من 10 ل 15 كيلو، في ناس بتعتبر ان دي ارقام كبيره، دي دلوقتي بقت ارقام منطقيه. خلاص. ولكن انا بقول ما دام انا ما حرمتش الجسم من اي حاجه، بالتالي اما برجع اعيش حياتي بشكل طبيعي، لان ده هيحصل يعني احنا هنمشي مع بعض فتره وبعد كده هتعيش كده طبيعي. اما تبدا تعيش بشكل طبيعي، الجسم ما اتحرمش من حاجه في خلال الفتره بتاعت نزول الوزن، فبالتالي مش هيرجع يزيد بالشكل الهستيري اللي كان بيحصل قبل كده. لان الانظمه اللي قبل كده كانت بتعتمد على ايه؟ بقلل وبقلل وبقلل وبمنع وبمنع وبمنع، مجرد ان انا جيت ادخل حاجات تاني للجسم رجع يزيد تاني في الوزن. بالظبط، صحيح. طيب في المتابعات بتاعت حضرتك، هل في مشاكل بعينها بترصدها في المركز من التعامل مع الحالات؟ بصي، هي الفكره الثقه اللي الناس خدتها، الدايت من الحاجات النفسيه جدا، فدائما بتلاقي في اول اسبوع اختبارات كتير قوي، اللي هو من الحاله ان هو يتصل يشوف هنرد عليه ولا لا، يبعت على الواتس ويشوف الاستجابه عامله ازاي. المتابعه، في ناس تقول لك انا بقالي يومين معاك والا المفروض الاقيه دلوقتي، فما بيلاقيني بتابعه بقول له لا، اعمل واحد، اعمل اتنين، وقف، زود. حد يقول لك انا وانا نازل غلطت وما خدتش الدواء، انا اضطريت ان انا اتعزم بره فاكل ايه؟ فما بيلاقي دائما ان في الدعم ده. هي مش حاجات غريبه ولا حاجه، ولكن سرعه الاستجابه خلت ان في ثقه، فبيقدر ان هو يكمل وهو مستريح الفتره كلها، الكورس بتاعه الكامل بثقه وبيحس بامان، خلاص بيحس ان يوم ما هحتاجني هيلاقيني، فبالتالي خلاص بقى بيبدا الموضوع بالنسبه له نفسيا يهدى جدا ويستجيب ويجيب نتائج عاليه جدا. طيب احنا خلينا نشوف دلوقتي حاله من الحالات اللي تم علاجها عن طريق حضرتك في المركز. تمام. خلينا نشوف هذه الحاله هتقول ايه. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اسمي حمدي حامد، انا اشتركت بمنظومه دكتور دايت مع دكتور رام عطيه، انا كان وزني 180 ودلوقتي الحمد لله بقيت 170، فزدت 10 كيلو في الشهر. بجد انا بشكر دكتور رامي على الدواء اللي جاب نتيجه فعاله معايا، بجد دواء بيقفل الشهيه وخسيت عليه جامد وعمل معايا مفعول، ودلوقتي انا بعد التخسيس بشكر دكتور رامي وشكرا لحضرتك. 10 كيلو في 10 كيلو في الشهر، هو لسه مكمل معانا، هو في الشهر الثاني. على فكره في ناس بالنسبه لهم 10 كيلو في شهر ده رقم خيالي، بس في حالات 15 كيلو و16 كيلو، ولكن انا دايما بقول كل حاله منفصله تماما حسب استجابه الجسم بتاعها. احنا بنتكلم دائما المتوسط زي ما قلت لك في الاول من 10 ل 15 كيلو. في حالات جابت 17 كيلو و18 كيلو في شهر، ولكن مش هنقدر نقول دي الحاله العامه، ولكن المتوسط دائما الحالات من 10 ل 15 كيلو، ده رقم كويس جدا. اما يبقى عندي 30 كيلو ولا 40 كيلو اقدر اخلصهم في شهرين ونص ولا 3 شهور بشكل كويس جدا بصحه تماما بدون اي مضاعفات. ما حسش يعني حاله زي اللي احنا شفناها، هو موجود في الصعيد اولا، فاحنا بنتكلم خلاص انا دلوقتي بشتغل اونلاين كل حاجه، احنا كسرنا حاجز المسافات والمكان. صحيح، مفيش مكان سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او بره مصر ما بنوصلوش الحمد لله. معايا حالات متابعه معايا من السعوديه، معايا حالات متابعه معايا في المغرب، معايا حالات متابعه معايا في الاردن، جميع محافظات مصر الحمد لله، باماكن الواحد ما كانش بيسمعها قبل كده قدرنا ان احنا الحمد لله نوصل لها، وعن طريق شركات الشحن بيوصل لها الادويه بتاعتها، والنظام الغذائي بتاعهم مطبوع، والتعليمات بتاعتهم، والسناكس اللي هيمشوا عليها، ونسبه الميه، كل الحاجات اللي احنا محتاجينهم يعملوها. مجرد ما بيستلم اوتوماتيك بيكون معانا على الواتساب، بيبدا يتابع ويقول لنا خطواته ماشيه ازاي اول باول، والنصايح اللي احنا بنديها له عشان دائما نوصله للنتيجه اللي بنوعده بيها. طيب دكتور رامي، يعني انا خليني استغل وجود حضرتك معانا، ويعني انا الحاله تطرق لموضوع الادويه اللي تناولها وقال ان هي جابت معانا نتيجه وان هو نزل 10 كيلو وسد الشهيه. بالظبط. في يعني موضوع مؤسف جدا حقيقه، اكيد حضرتك بتتابعه، الشكل الاعلاني اللي بدا يتحول له المنتجات اللي بتقفل الشهيه او بتخسس، وبقى الموضوع يعني سيء جدا جدا. والحقيقه في ناس للاسف ما عندهاش القدره ان هي تميز او تفهم هل المنتجات دي صح ولا لا، مضره ولا لا، والموضوع يعني مؤلم لناس كتيره، وفي ناس كتيره تضررت اضرار كارثيه. فانا خليني استغل وجودك معانا النهارده عشان الموضوع ده والملف ده شائك جدا.
بصي خليني اقول لك، انا لو سمعت كميه التسجيلات بتاعه الناس اللي خدت ادويه وحصل معاها مشاكل، النهارده انا مش طالع اقول انا بعرض الدواء الفلاني او الدواء دوت هو الدواء السحري، مفيش حاجه اسمها دواء سحري. لا انا مش بتكلم عن كده والله، انا من تخصص حضرتك. انا فاهم. عايزه مسج للمواطن اللي بيسمعنا النهارده وبيسمع اعلانات في قنوات بتبقى موجوده بتذيع الاعلانات دي، وبيروح يشتري المنتج ده وفقا للاعلان اللي شافه. بصي خليني اقول دائما ان لازم تكون المنظومه متكامله بالثلاث اطراف اللي قلنا عليهم دايما، النظام العلاجي والدايت والنظام المتابعه. لو انا فقدت حاجه من الثلاثه دول يبقى لازم تعرف ان في حاجه غلط، ده اولا. ثانيا سد الشهيه معروف ان هو يعني ملوش غير طريقين، عشان اشتغل على حاله زي الشهيه اما بشتغل بالبيسيليوم هاسك، وده درجات النقاوه بتاعته بتفرق كتير قوي، يعني الدرجه اللي انا شغال بيها 99.9 دي، عشان ده بيعمل بديل لبالون المعده، بديل امن لبالون المعده، عباره عن كيس بدوبه في نص كوبايه ميه وبشرب وراه كوبايه ميه، بيعمل زي بينفش في المعده وياخد منها حيز حوالي سبيس تلتين المعده. فبالتالي انا بيتبقى لي تلت باكل فيه وبحس ان انا ساتسفاي وما عنديش مشكله جوع. بيقعد قد ايه؟ ال 99.9 ده بيقعد 8 ساعات. ان انا لو اديته له مرتين في اليوم بغطي له 16 ساعه من على مدار اليوم، انتهينا خلاص من ازمه الشهيه خالص. يا اما بشتغل على معدلات الطاقه بتاعت الجسم. للاسف في حاجات كتيره قوي موجوده بتشتغل على الدماغ، ودي بقت محرمه دوليا، ولكن للاسف يعني هي بتدي المقيمة. انا لما بجوع دي اشارات بتوصل للمخ. خلاص في بعض في ماده فعاله بتشتغل ان هي تمنع الاشاره دي، فبالتالي المخ ما يجيلوش الاشاره ان هو في حاله جوع، فدايما بحس ان انا نفسي مسدوده لفتره يعني طويله. يعني بتشتغل على الاشارات العصبيه والكيمياء اللي موجوده في المخ. دي اتحرمت دوليا بقى لها 4 سنين، ولكن للاسف هي منتشره في مصر بشكل كبير قوي. ويعني مش يعني انا ما اعرفش طبعا الادويه اللي موجوده، الحاجات اللي المواد الفعاله، التركيبات ايه، لان انا مش شغال بيها. ولكن من ردود فعل الناس لما حد يقول لي انا خدت دواء وحسيت باضطرابات وحسيت بدقات قلبي عاليه قوي، ان ده بيلخبط ده، بعرف على طول ان في حاجه كيميائيه دخلت في التركيبه اللي هو كان بياخدها قبل كده، ومن هنا جات له المشكله. فدائما باكد ان احنا شغالين بحاجات طبيعيه 100%. بنشتغل بالمتابعه، لان المتابعه هي اساس النجاح. ان ساعتها لو انت في اي حاجه مش مناسبه في النظام الغذائي بنقدر نعدلها فورا لغايه ما تكون ماشي على التراك الصح. طيب دكتور، في فكر متعارف عليه كده وبيقال ان لو شخص عادي زود عدد الوجبات اللي بياكلها، يعني كانت وجبات صغيره وكتيره، هو كده بيرفع معدل الحرق بتاعه عشان يحافظ على مثلا ثبات وزنه. هل المقوله دي صح؟ 100% صح. نعمل ده ازاي بقى؟ احنا بنعمل ايه؟ انا بعمل الفطار، وده اكتر حاجه بكون مأكد على الناس ان لازم الميعاد بتاعه بيكون من 7 ل 9، ان دي الفتره اللي بتفرز فيها الهرمونات بتاعه الحرق في الجسم. مجرد ان انا بصي انا بمثلها لهم بمنتهى البساطه، ده عامل زي الفرن اللي شغال بفحم. انا لو سبته الفحم هينام وبعد فتره هيقف، فانا بالتالي محتاج ان انا كل شويه ازود فحم عشان يفضل معدل الحرق شغال. الوقود بالظبط. فبالتالي انا بعمل سناكس 4 مرات ما بين الفطار والغداء. السناكس 4 مرات ما بين الغداء والعشاء، يبقى انا عندي 3 وجبات على مدار اليوم و8 مرات سناكس. معقوله كده اضمن ان معدل حرق الجسم على مدار اليوم شغال. طب خلينا برضو نتكلم في السناكس، اننا ممكن نستخدم فاكهه او خضروات وفاكهه. نقدر ناخد الخيار، الجزر، اي نوع من انواع الفاكهه، البروكلي، الفلفل الالواني، الجرجير، الخس العيدان. في ساعات بندخل فشار، ساعات بندخل مكسرات حسب الحاله والمشاكل اللي موجوده عندها. يعني بنقدر نتنوع في حاجات كتير قوي عشان نقدر اضمن انه ما ينفعش اجوع على مدار اليوم. يعني معنى ان انا جوعت، يعني الجسم اول ما بيحس بالستارفيشن المجاعه، اول وجبه بتخش له بيخزن معظمها دهون. لو الانسان حس بجوع بالظبط، فبيبدا يستخلص كل الدهون اللي بياخدها من اول وجبه تنزل. مش بيستخلص، اول يعني وجبه بتنزل تتحول لدهون، بياخد اقل القليل منها طاقه. واكتر حاجه يشيلها دهون لانه مش عارف هياكل تاني امتى. اول ما الجسم بيحس بجوع بيحس ان احنا داخلين على مجاعه. فبالتالي بيبدا يامن نفسه من اول وجبه تجيله، فيشيل معظمها دهون. فبالتالي انا لازم اكون محافظ على الجسم من اول ما بيصحى لغايه ما بينام ان هو ما يحصلش حاله الجوع، عشان يحس بالطمانينه ويستجيب للنظام معايا. طيب احنا محتاجين الفقره اللي جايه، لان وقتنا للاسف انتهى، نتكلم في الافكار الخاطئه اللي عند ناس كتيره. اكيد ان شاء الله. وان احنا اتكلمنا فيها في الاخر، يعني في اخر الفقره النهارده، يعني موضوع ان في ناس كتير بتقول انا مش عايزه اكل عشان انا عشان فكره غلط. طبعا ده فكر خاطئ وبيجيب نتائج عكسيه. ناس كتيره بتقول لك انا ما باكلش خالص، مجرد اني بشم الاكل بزيد في الوزن.
صحيح. واضح ان الموضوع ده بيأرق ناس كتيره جدا. لا بس فعلا انا بسمع الفكر ده كتير، انه يعني في حياتي، يعني انه ناس بتقول احنا بنقلل الاكل وبنقلل الوجبات عشان وبزيد في الوزن برضه. صحيح بالظبط. انا بشكرك جدا. شكرا. دكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد امريكا، ودبلومه التغذيه والسمنه من الاكاديميه الدوليه الامريكيه AIA، ودبلومه التغذيه والسمنه المعمليه من وزاره الصحه المصرية، وصاحب فكرة دايت أونلاين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور دايت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي، ونلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.